تقول: تقدم لابنتي شاب من أقاربنا وعمره 21 سنة، ولكن بعد أسبوع وقعت له مشكلة بينه وبين أشخاص في العمل، وجاء وهو غضبان ولا يدري ماذا يفعل، فذهب إلى بيته واغتسل، ومن ثم صلى ركعتين لله وجاء إلينا، وعندما سألناه عن السبب لم يجب، وخرج من عندنا وأطلق رصاصة في كتفه وتوفي على الفور. ولكن تبين في التقرير الشرعي أنه كان لا يريد قتل نفسه، وقبل قتل نفسه نطق بكلمة لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله. أرجو أن تخبروني، هل يجوز لي قراءة القرآن على روحه، وهل يجوز الاستغفار له؟ صدقوني أنني دائما أقرأ على روحه وأستغفر له. أرجوكم أخبروني. ما فعله هذا الشخص من قتل نفسه فعل محرما شديد التحريم، أن الله سبحانه وتعالى حرم على الإنسان قتل نفسه أو قتل غيره من المسلمين، ولكن قتل نفسه أشد. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد الوعيد على من قتل نفسه، وأنه يأتي يوم القيامة في نار جهنم ويفعل بنفسه كما فعل في الدنيا. إن كان قتل نفسه بسم فسمه في يده تحساه في نار جهنم، وإن كان تردى من شاهق فإنه تردى في نار جهنم، وإن قتل نفسه بحديدة حديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم. هذا وعيد شديد، لكنه لا يخرجه من الإسلام، فهو مؤمن فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب، يستغفر له ويدعى له ويتصدق عنه ويحج عنه ويعتمر، لأنه مسلم، وينفعه ذلك بإذن الله إذا تقبله الله. أما قراءة القرآن على روحه أو قراءة الفاتحة فهذا لا أصل له، وهو بدعة محدثة، وإنما يقتصر على ما جاء في الأدلة من الصدقة والاستغفار والدعاء والحج أو العمرة عنه، كل هذا ينفعه بإذن الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح تقول: بعد أسبوع من تلك الحادثة رأت في المنام بأن السماء فتحت ونزل منها شيء مثل البرق، هل تكون هذه رحمة كما تسأل؟ جزاكم الله خيرا. الله أعلم بذلك، ولكن هذا الرجل فعل محرما، ولكن نرجو الله أن يغفر له، لأنه مسلم. نعم.